إني أنا الله أرضى. وإذا رضيت باركت ولا حد لبركتي. وإني أنا الله أغضب، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. الله 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 الله، هذا الله. حين نستمع إلى أمثال ستيفن واينبيرغ يقول أنا لا أؤمن بالإله، ملحد حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء وملحد، قال لا أؤمن بالإله. طبعا حكمه صحيح، أنا قلت حكمه صحيح 100%. الإله الذي كفر به واينبيرغ ينبغي أن نكفر به نحن أيضا. قال هذا الإله الدموي النزق الغضوب غير العادل المستعجل الندمان، يتصرف ثم يندم. طبعا هذا إله ليس إله المسلم، ليس إله القرآن، وقد يكون إله بعض المسلمين. انتبهوا، قد يقول لي أحد هؤلاء أيضا، يا رجل يا رجل هذا الحديث أين وجدته؟ هذا موضوع، أعلم أنه موضوع، وطبعا لابد أن يكون موضوعا طبيعي جدا، وقد يكون صحيحا عند بعضهم، وهذا الصحيح موضوع أيضا. هذا الحديث موضوع مكذوب، لكنه أيها الإخوة يملأ كتب الوعظ والإرشاد للأسف، والمغفلون من الوعاظ يكررونه. على كل حال، رغم كونه موضوعا إلا أنه يتعزز بعشرات النصوص والأدلة الأخرى الحديثية ليست القرآنية الصحيحة والحسنة. ما رأيكم؟ أحاديث كثيرة أيها الإخوة عند الشيعة، انتبهوا، وعند السنة، ليس فقط عند السنة، عند الشيعة وعند السنة. لكن لا تقول لي ألعن وإذا لعنت بلغت لعنتي السابعة من الولد، ما ذنب الأول؟ ما ذنب الثاني؟ ما ذنب السابع؟ حاشا لله، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا يظلم ربك أحدا. كيف نتلو هذه الأشياء يا أخواني؟ أحد الوزراء العباسيين كان دائما في حالة خوف، المسكين كالمرأة الماخض تكاد تضع وزير. قيل له يا رجل لما أنت في هذه الحالة من القلق والخوف والفزع؟ قال لا أدري، لأن هذا الخليفة إذا رضي يعطي 100,000 لا شيء، يعطيك 100,000 دينار، وإذا غضب قتل، قال يقتل، يغضب في أمر تافه فيقتل، وإذا رضي في أمر تافه أيضا يعطيك 100,000. فلا أدري أي الرجلين أكون، فأنا في حالة خوف شديد. نحن هل نتعامل مع الله بهذه الطريقة؟ طبعا، للأسف علمنا أن نتعامل مع الله على أنه كذلك. أنت ما بتعرف، ممكن ربنا يغضب عليك لشيء بسيط جدا جدا فيقول لك اذهب فقد أوجبت لك النار. حاشا لله، ما في الكلام هذا، هذا كذب. اللهم إني أبرأ إليك من هذا، من هذا الكذب الإفك المبين على جلال قدسك يا رب العالمين، من هذا الإلحاد في أسمائك وصفاتك. ولله الأسماء الحسنى،